عن تدوين الهدف الأول ومباغتة أصحاب الأرض. هل سيصلون إلى مبتغاهم أو لدفاع الشبيبة كلام آخر داخل منطقة الجزاء الرصية. جول جول. تحدثنا عن الضيف الذي بدأ يحاول، بدأ يسعى، بدأ يجتهد، وجد الثغرة أخيرا من كرة ثابتة لعبت بشكل رائع. اتحاد الجزائر يفتتح مجال التسجيل ويجد معالم طريق الحارس بنبوط بعد توزيعة رائعة من المستقدم من فريق شباب قسنطينة. راسية رائعة وضعت اتحاد الجزائر في المقدمة. واحد اتحاد الجزائر، لا شيء شبيبة القبائل. والاتحاد سيبحث طبعا عن الهدف الثاني، بينما الكرة لمصلحة الشبيبة خطيرة. أول فرصة لمصلحة فرقة شبيبة القبائل من عمل منظم داخل منطقة الجزاء. بن شعيرة كاد أن يعدل النتيجة وكاد أن يعيد المباراة إلى نقطة الصفر الذي ظهر في الصورة كان بن شعيرة، بينما الذي سدد هو قدور شريف القادم من فريق أولمبي شلفها. هي المحاولة من زاوية أخرى، تسديدة حاضرة على العودة إلى أجواء المباراة. الركنية تلعب بشكل رائع داخل منطقة الجزاء الرأسية. تيزي بوعلي جانبت المرمى سيفور وجانبت، حاضر هنا، تحولت لمصلحة اتحاد الجزائر. هنا مشروع الثاني، جول أيمن محيوس يضيف الهدف الثاني لمصلحة اتحاد الجزائر بعد خطأ فادح في دفاع شبيبة القبائل. محيوس يتموقع، محيوس يتمركز، محيوس يسجل الهدف الثاني له هذا الموسم على التوالي بعد تسجيله الهدف في المباراة الماضية أمام نصر حسين داي. ينفرد ببنبوط ويوقع الثاني على يمين حارس المرمى أسامة بنبوط، ويسجل الثنائية لمصلحة فرقة اتحاد العاصمة. كرة خطيرة لمصلحة الشبيبة من أجل العودة من جديد. جول جول. الضبان يعود إلى أجواء المباراة من جديد لمصلحة شبيبة القبائل في وقت متأخر بعد خطأ فادح في دفاع اتحاد العاصمة. ها هو الضبان بالقدم اليمنى، لم يترك شيئا للحارس سيفور، ويعيد شبيبة القبائل إلى أجواء المباراة من جديد. واللحظة مشاهدينا الكرام، إذن يعلن حكم المباراة عبيد شارف نهاية المباراة بفوز اتحاد الجزائر على حساب شبيبة القبائل.